دكتور عبد الرحمن، عارفين انه التغذية بالنسبة لأي حد بيلعب رياضة شيء مهم جدا، لكن فكرة يعني ايه بقى، ندخل في مصطلح التغذية العلاجية، يعني ايه التغذية العلاجية؟ التغذية العلاجية هي فرع من فروع الطب، تمام. انا طبيب بشري، بتطرح آلية استخدام الطعام من كناحية علاج، او استفاداتك من استخدام الطعام في الناحية الطبية، تمام. احد الفروع منها هو الطب، في الطب الرياضي، هو التغذيه الرياضيه. احنا بنتكلم في التغذيه اللي جايه على يمكن اكتر من 24 فرع، تغذيه مسنين، تغذيه مرضى كبد، مرضى سكر، الحوامل، الرضع، التغذيه الوريديه، تغذيه ما بعد العمليات، وفرع كبير جدا. كل حاله من دي ليها حد متخصص فيها بالظبط، في قطاع ولا بيشتغل تغذيه علاجيه يقدر يتعامل مع كل الحالات. احنا بندرس ده كله، لكن انت لو تفضل، لو ليك سب سبيشاليتي متخصصه في ده، فانا كنت تخصص في التخصص، جوه التغذيه العلاجيه تخصص داخل بالزبط. التخصص فانا كان يمكن الباشن بتاعي او حبي جدا كان ناحيه التغذيه الرياضيه، وممارستي الرياضه على سنين ودمجها بعلم التغذيه نفسه مع ممارستها. انت ممكن، لو ممكن تجيبوا لنا صوره دكتور عبد الرحمن في الويلكم كليب كده اللي شفناها. طبعا الصوره لفتت نظر يعني كل زملاء هنا في الاستوديو. ده طبعا تغذيه مع رياضه، مع رياضه. انا في مجال الفتنس وفي مجال الرياضه يمكن من اكتر من 13 سنه ما شاء الله. وبعد كده بقى ده امتزج في الفترات الاخيره مع الدراسه، مع ممارسه ده بالابلايد نيوتريشن نفسها بالعلم، مع ممارسه الرياضه، الاثنين مع بعض. انا عندي الزملاء هنا واحنا بنحضر الحقيقه قالوا لي معلومه انه احنا وصلنا ان كل اللعيبه في فريق نادي الاهلي بلوتين، نزلنا بنسبه الدهون تحت ال 10%. الرقم ده حقيقي. احنا في لعيبه عندنا ارقامها في الاوزان ومقاييس الدهون بتاعتها والكفاءات نفسها الجسديه اللي هي مع البرامج التغذيه، صدقني احسن من لعيبه كتير من اوروبا، كتير والله. كتير يعني احنا ممكن نقول امثال هاجي كتير. هاجي طبعا دي صوره دكتور عبد الرحمن، واللي ما يعرفش انه دكتور هيعرف يقول لك ده بطل كمال اجسام. انت بتلعب اوريدي يا فندم، بتلعب الفيزيك دي فئه من فئات الفتنس البادي بيلدينج، ويمكن ده كان من الـ من الـ من البروسيس بتاعتك ان انت تستثمر في نفسك، انت واجهه في اللي انت بتقدمه. أيوة. ان انت تبقى بتتكلم في تغذيه رياضيين وانت في نفس الوقت بتبقى صوره لنفسك اللي تقدر تعرضه للناس بالمعلومات. يعني صحيح، هتكلم معاك على الشكل المثالي والتكوين العضلي المثالي للاعيبه الكوره، بس اروح لدكتور محمد.